كمان كاميرا الإبداع في مصر عملت لقاء مع مطرب الفرقة وليد حيدر، واللي أكد لنا أنه مبسوط بمشاركته في حفلة تترات مسلسلات رمضان بالأوبرا، وده لأن التترات دي بتبقى محفورة في الوجدان. تعالوا نشوف قال إيه كمان. أنا مبسوط أن أنا بشارك النهاردة في حفلة تترات، لأن التترات الرمضانية هي دايما بتبقى محفورة في الوجدان من أيام ليالي الحلمية والأيام وزيزينيا والمال والبنون، كل دي أغاني محفورة في وجداننا وجدان المستمعين. بناء على التترات بنشوف التترات الموجودة واللي احنا كمان ما قلناهاش قبل كده في الحفلات السابقة، بنحاول ان احنا نشوف الجديد اللي احنا ما قدمناهوش وبنقدمه، واختيارات المايسترو واختيارات السوليستات المشاركين. طبعا بتاخد وقت كبير علشان الاغاني التترات دايما بتبقى فيها درجة صعوبة، كل العظماء اللي ألفوا التترات اذا كان الكبير راحل عمار الشريعي او ياسر عبد الرحمن او ميشيل المصري، او كلهم كانوا عاملين حاجات تقيلة، يعني تقيلة في التوزيع وتقيلة في التنفيذ، فانها تتنفذ في اللايف غير الاستوديو ده درجة صعوبة. كمان الكورال، تدريبات الكورال خدت وقت، وكل واحد من السوليستات كان بيقوم بيذاكر، يعني مش هيبقى في اختلاف كبير لانه التترات واحدة يعني، واحنا بنحاول نجيب التترات شوية للناس فاكرينها. في طبعا تترات تانية كتير جدا جدا بس هي مش معلقة مع الناس، احنا بنحاول نجيب التترات اللي هي محفورة في الوجدان زي ما قلت في الاول، والثوابت اللي موجودة في الوجدان. عملت تتر المال والبنون، المقدمة والنهاية مع المطربة حنان عصام.